السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربوية مع الأستاذ محمد البخاري. وهذا الفيديو غادي يخص الامتحان الأول أو الفرض الأول ديال الدورة الثانية ديال ليسفيتي ديال علوم حياة والأرض بالنسبة للمستوى الأولى إعدادي. إذا إن شاء الله غادي نبدأ معكم واحد السلسلة ديال الفروض ديال الأولى إعدادي. تبعوا القناة واشتركوا فيها وفعلوا زر الجرس باش يبقاو يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. إذا غادي نبداو على بركة الله، عندي مجموعة من التمارين هنا. غادي نبداو بالسؤال الأول. إذا نبداو بالسؤال الأول. إذا كومبليتي لو تيكست سويفون افيك سي مو، نحاولوا نكملوا هذا النص هذايا، هذا لو تيكست هذا بهذه الكلمات: غيزو اليمونتيغ، شين اليمونتيغ، ويزيتغ فيفون. ويزيتغ فيفون هما الكائنات الحية، شين اليمونتيغ اللي هما الشبكات الغذائية، وهنا غيزو alimentaire سلسلة غذائية. إذن dans un milieu dont les في وسط dont les établissent entre eux des relations، يعني فين في واحد الوسط فين الكائنات الحية كيديروا مع بعضياتهم علاقات غذائية. إذن كائنات حية غنكتب هنايا les êtres vivants établissent entre eux des relations alimentaires. كيديروا مع بعضياتهم، يعني هاد الكائنات الحيه كيديروا مع بعضياتهم علاقات غذائيه. لونسومبل دي، المجموع ديال ماذا؟ ديال السلاسل الغذائيه، دي شين alimentaire، دي شين alimentaire دان ميليو كونستيتو. اذا المجموع ديال السلاسل الغذائيه كيعطيونا شبكه غذائيه اللي هو لو ريزو alimentaire. Le réseau alimentaire. Et donc, qu'on a le paragraphe. Dans un milieu dont les êtres vivants établissent entre eux des relations alimentaires. L'ensemble des chaînes alimentaires d'un milieu constitue le réseau alimentaire. Deux sous-elles mouali. Sous-elles mouali, nous avons relié par une flèche. Et donc, on a rappelé un seul. Nous avons dit que le colon A, qu'est-ce qu'on fait? Le colon B, qu'est-ce qu'on fait? Le colon A fait les oiseaux, les mammifères, les amphibiens et les poissons. هنا عندنا A la peau porte des poils، يعني الجلد كي فيه des poils، فيه الزغب. La peau porte des plumes، يعني الجلد فيه الريش. La peau porte des écailles non soudées، يعني الجلد فيه بعض les écailles، les écailles بحال مثلا اللي كاينين في الحوت. ودي عندنا la peau est nue، يعني la peau رخوة. إذا عندنا les oiseaux عندهم des plumes، les mammifères عندهم des poils، les amphibiens عندهم la peau est nue. Pour les poissons عندهم des écailles non soudées. Ça fait سؤال موالي، عندنا répond par vrai ou faux، غادي نجاوبو بصحيح او خطأ، ولا vrai fausse، يعني العبارة واش صحيحة ولا خاطئة. عندنا le titre de la carte topographique est écrit en haut de la carte، le titre كي تكتب الفوق، وهذه صحيحة طبيعة الحال. من فوق لا كارت توبوغرافيك. ليكويديستانس اي ساجي دو سيمبول دو كولور كي نوز ايد ا لير لا كارت، واش بصح ليكويديستانس اي ساجي دو سيمبول ولا دي كولور اللي كيساعدونا باش نقراو لا كارت؟ خاطئه. اذا هذا هو ماشي هو التعريف ديال ليكويديستانس. هنا عندنا السلم، ليشيل اي لو رابور اونتر لا ديستانس ريدويت اي لا ديستانس ريال، يعني السلم هو واحد الرابور ما بين لا ديستانس ريدويت، يعني المسافة الصغرى، اي المسافة الحقيقية. هنايا عبارة صحيحة. نعم، دوزو للسؤال الموالي. هنا عندنا الريزونمون سيانتيفيك كومونيكاسيون اكريت غرافيك. هنا عندنا واحد الوثيقه، نديرو التمارين. لو دوكيمون سويفون مونتر ان ريزو اليمونتير، اذا هاد لو دوكيمون فيه واحد ريزو اليمونتير، فيه واحد نقولوا شبكه غذائيه. شبكه غذائيه فيها في كيكون العلاقات الغذائيه ما بين الكائنات الحيه. السؤال الاول، كالكولي لو نومبر دو شين اليمونتير ريبريزونتي دون لو دوكيمون، شحال عندنا ديال السلاسل الغذائيه موجوده في هاد الدوكيمون هذا. اذا غنحسبوهم. اذا الاولى كتبدا بفيجيتو، جوج ثلاثه اربعه خمسه، اذا ها الاولى. ها الثانيه كتمشي هنايا، فيجيتو شوني غونوي شا سوفاج. الثالثه فيجيتو شوني ميزونج شا سوفاج. الرابعة عندنا فيجيتو سوتوغي ميزونج شا سوفاج. الخامسة عندنا هادي هنا غرونوي فيبر. إذا هنايا عندنا كومبيان؟ إذا إي ساجي دو سانك شين أليمونتيغ. Cinq chaînes alimentaires. La question suivante, suivez avec moi. Donnez deux exemples de chaînes alimentaires. Dans la tête, juste le petit, dans la fin de la semaine. Donc, si c'est le loulam, donc végétaux. Quel moment tu as fait? Chenille.
يؤكل من طرف ماذا؟ غنوي. يؤكل من طرف فيبر. دي الاولى. الثانيه مثلا بداو عاوتاني حتى هي فيجيتو. انا فيجيتو كيكون هو بروديكتور بريمير. موراها يؤكل من طرف ماذا؟ يؤكل من طرف مثلا هذه. من بعد عندنا ميزونج. من بعد شا سوفاج. C'est bien. La question suivante, identifier le niveau trophique de chaque être vivant suivant en utilisant les termes consommateur primaire, producteur, consommateur secondaire ou consommateur يعني ثالث يعني troisième consommateur. هنا غنديروا لي نيفو تروفيك مستويات الغذائيه. يعني ملي كنتكلموا على هذا المستوى اللي كنبداو به ماشي هو المستوى ديال الشوني ولا المستوى ديال الفيبر. لا مختلفين. مثلا فيجيتو هما لي برودكتور. فيجيتو هما لي برودكتور. لي برودكتور جات لي لي برودكتور. ندوزو مثلا لا شوني. هذا راه كونسوماتور ا شوني مورا فيجيتو يعني كونسوماتور بريمير. كونسوماتور بريمير صافي كونسوماتور بريمير. لا غرونوي لي موراها هادي كونسوماتور سكوندير. كونسوماتور سكوندير ولا فيبر لي هي الاخرانيه هادي كونسوماتور. مزيان. ندوزو سؤال اخر. نقلبو الورقه. هنايا عندنا ليكزيرسيس 2 خمسه ديال النقط ايضا. ليكزيرسيس 2 اذا عندنا شنو عندنا هنا؟ لو دوكيمون سويفون ريبريزونت اون بارتي دون كارت توبوغرافيك. اذا هنايا واحد لا بارتي ديال كارت توبوغرافيك هي هنا عندنا ليشيل عندنا الاتجاه هنا عندنا واحد هنايا كاين مليمتريك يعني واحد الورق مليمتري. اذا كتلاحظوا هنايا المستويات. هنا مستويات هنا مستوى 50 هنا المستوى اللي مورا كيجي 60 هنا 70 هنا 80 هنا 90. وهنا النقط عندنا ا عندنا بي عندنا سي عندنا دي وهذا الخط خط ا بي. اذا نبداو بالاسئله اللي عندنا هنايا. عندنا دابخي لو دوكيمون اذا انطلاقا من هذا الدوكيمون هذا اللي الفوق ديتيرميني ليشيل دو سيت كارت. يعني شنو هو ليشيل شنو هو السلم. اذا السلم كيكون عندنا في لاكارت هو هذا هو واحد على 20,000. اذا السلم اذا ليشيل اي ان سور كوم سا. مزيان. السؤال الموالي ديتيرميني ليكوي ديستانس. دابا غنتكلموا على ليكوي ديستانس يعني شحال كاين ما بين التدريجات ما بين تجريجه وتجريجه شحال كاين. دونك كنلاحظوا هنايا بان كل تدريجه هنا 50 هنا 60 هنا 60 هنا 70 70 80 يعني ما بين كل تجريجه ولا كل مستوى عندنا 10 متر. اذا هنايا غنحسبوا غادي نحصلوا اذا ليكوي ديستانس ايغال اذا عندنا 70 ناقص 50 اذا مستوى 70 نقصوا منه 50 على جوج يعني المستوى الموالي اذا هي 20 على جوج 20 على جوج هي 10 متر. هذا هو ليكوي ديستانس. السؤال الموالي ديتيرميني لا هوتور دو بوان دي اي سي. لا هوتور ديال الارتفاع ديال النقطه دي والنقطه سي. ديال الارتفاع ديال النقطه دي شوفوا النقطه دي دي هي هادي. اذا فين جات في 60 زين. اذا 60 سنتيمتر و بالنسبه لا هوتور دو بوان سي بالنسبه لو بوان سي لو بوان سي فين كاينه كاينه في 50 50. La question suivante. La question suivante. عندنا calculer la distance réelle. غادي نحسبوا المسافة الحقيقية ما بين النقطة A والنقطة B. Sachant que la distance réduite entre ces deux points égale. إذا عندنا la distance réduite. وكنتسارعوا على la distance réelle. وعندنا السلم. إذا هنا العلاقة اللي غادي نطبقوا هي العلاقة ديال حساب la distance réelle. La distance réelle. إش كتقول؟ كتساوي المسافه المصغره. انا نديرها بالعربيه ومن بعد نديرها مضروبه في مقام السلم. في مقام السلم يعني في 1000 في 20000 يعني اللي هي اون فرونسي. هنا عندنا المسافه المصغره عندنا لا ديستانس ريدويت مضروبه في هذا مقام السلم. اولا نديرو في 20000 ديريكت. نعم. اذا هي شحال؟ اذا لا ديستانس ريدويت اللي هي 6 سنتيمتر غادي نضربها في 20000 غادي تعطيني
1000 او تعطيني 120 الف سنتيمتر اللي هي دون ديستانس ديستانس ريال اللي هي كتساوي نديرو تحويل هي واحد اللي كتساوي واحد فاصله ولا كتساوي 1200 متر 1200 متر اللي هي واحد فاصله جوج كيلو متر. دوزو السؤال الاخير اللي هي جو رياليز لو بروفيل توبوغرافيك ا بي نرياليزي بروفيل توبوغرافيك وساهله بزاف خصنا نديرو غير الاسقاط على هاد الورق المليمتري. نستعملوا واحد المسطره ولا نستعملوا واحد الكوس باش نديروا العمودي. اذا لاحظوا معايا نبداو بالنقطه ا. نقطه ا شنو عندها؟ عندنا 50. اذا 50 هنا ندير واحد النقيطات بحال هكذا، ولكن النقطه غادي تكون تبدا هنا هنا بالنسبه لهاد التلاقي. هنايا التلاقي مثلا نديرو هكا، اذا شحال فيه هذا؟ كاد فيه 60. اذا 60 هنا كومسا كومسا، اذا النقطه غادي تكون عندي هنايا. بالنسبه لهنايا 70 كومسا، 70 فين هي؟ 70 هنا. اذا غندير هكا العمودي وندير النقطه ديالي. بالنسبه لهنا 80، 80 غتجي لي هنا، غندير هكا الاسقاط وندير النقطه ديالي. بالنسبه ل 90 من هاد الجي كومسا عندي 90، اذا غنحبس هنا، نحبس هنا وندير النقطه ديالي. هنا عاوتاني غتجي لي نفسها، نحبس هنا وندير النقطه ديالي، النقطه ديالي هنايا. هنا عاوتاني هادي شحال؟ هادي غير 80، نعم 80. اذا 80 غنوصل هنا، ندير النقطه ديالي. هادي 70، 70 هي 70، 70 كومسا. هنايا بي عندنا شنو؟ 60، نعم درنا. وغادي نرسم المنحنى ديالي، نحاول ان نمشي غير بيدي كومسا 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 كومسا، ثاني نهبط كومسا. شتي درنا، هذا هو لو بروفيل توبوغرافيك. وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص فرد من فروض الدوره الثانيه. الفرد الاول في الدوره ديال لي سي في تي نيفو بروميير اني كوليجيال. كنتمنى انكم تزيدوا دعموا قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.